خلينا بقى ننتقل إلى الخبر الذي يلي، وهو الخبر الحقيقة من الأخبار المهمة، وتحديدا الخبر الخاص بنقل الدكتور صلاح سلطان إلى سجن العقرب. وثقت مؤسسة نحن نسجل نقل الدكتور صلاح سلطان إلى سجن 992 شديد الحراسة، والمعروف بسجن العقرب، ووضعه في زنزانة انفرادية لا تتناسب مع ما يعاني من ظروف صحية غير مستقرة. وقد تم نقله من مجمع سجون وادي النطرون إلى مقر احتجاز غير معلوم بتاريخ 15 يونيو 2020، ومنعه من التواصل مع أسرته، وذلك بعد قيام ابنه الناشط محمد سلطان برفع دعوى قضائية في محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء مصر السابق حازم الببلاوي. والحقيقة يعني تم اعتقال عدد من أقرباء الناشط الحقوقي محمد سلطان خلال الفترة التي تقدم فيها بهذه الدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية. نستقبل عبر الهاتف الأستاذة أسماء الصرفي. أستاذة أسماء، بصفتك باحثة ومتخصصة في المجال الحقوقي، لماذا تم نقل الدكتور صلاح سلطان إلى سجن العقرب من وجهة نظرك؟ سؤالي لحضرتك مرة تانية، لماذا تم نقل الأستاذ أو الشيخ سلطان إلى هذا السجن شديد الحراسة؟ والله من الواضح أن ده وسيلة ضغط لإجبار محمد مثلا عن تنازل أو عدم استكماله في رفع الدعوة أو الطعن على الوثيقة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية. نعم، وده بيعتبر أداة من أدوات الضغط على محمد ابنه بعد ما رفع القضية ضد الببلاوي، صحيح؟ طبعا. طيب خلينا نوقف مع حضرتك عن التوصيف، يعني التوصيف الحقوقي لهذه الحالة تحديدا للضغط على محمد سلطان بعد نقل والده إلى سجن شديد الحراسة ويعني غرفة احتجاز انفرادية. هي كلها أحداث سبحان الله متتالية، يعني بدأت بقيام الناشط الحقوقي محمد سلطان برفع الدعوة بتاريخ 1 يونيو، ثم 3 يونيو الماضي تم استلام رئيس الوزراء المصري السابق على يد محضر عريضة الدعوة التي أقامها عليه محمد سلطان، ثم بعد كده بدأت السلطات المصرية بالضغط بكل الوسائل، سواء بقى بالضغط بشكل دبلوماسي على السفارة على وزارة الخارجية الأمريكية بالتدخل لوقف هذه الدعوة، وحذرتهم إن وزارة الخارجية إن لم تفعل شيء فسيكون في مشكلة أو العلاقة يعني الاستراتيجية الأمريكية المصرية معرضة للخطر، وهذا يعني صفقة القرن، لأن كمان في شهر يونيو الماضي تحديدا يوم 15 قامت قوتين تبعتين لجهاز الأمن الوطني باقتحام عدة منازل من عائلة محمد سلطان في محافظتين على التوالي، محافظة الإسكندرية والمنوفية، واعتقال خمس أشخاص يعني أو أفراد من أبناء عمومته، وده كان بالتزامن مع نقل والده من مجمع سجون وادي النطرون إلى مكان غير معلوم. وطبعا عشان الإعلام ما يتمش تسييس القضية وهكذا، القضية اللي تم فيها وضع أبناء عمومته تم إدراك فيها عدد كبير من المعتقلين من محافظات عدة، بحيث أن الإعلام ما يسلطش الضوء عليها ويقول أنها مسيسة أو أن عائلة سلطان مضطهدة. طيب أستاذة أسماء، ما هو التوصيف الحقوقي لمثل هذه الحالات التي يتم اعتقالها وسجنها ولا يعرف في أي مقر احتجاز هي موجودة؟ جريمة، لأن ما فيش قانون بينص على هذا الأمر. أي سجين من حق أهله معرفة مكانه والتواصل معه، ولكن طبعا احنا عارفين أن في مصر ما فيش قوانين، يعني هي غابة ما فيش قانون أو تفصيل القوانين واستغلال ثغرات القانون بما يناسبهم هم كتسكيف أوراقي. نعم. طيب خليني أرجع مرة تانية إلى الموقف القانوني لتلك الحالة، حالة الأستاذ الدكتور محمد صلاح سلطان الإجراءات اللي اتخذتها الأسرة حتى هذه اللحظة، هل لديك معلومات حول هذه الإجراءات التي بدأت فيها الأسرة لمعرفة مكان أو حتى اطلاع ومعرفة وضعه الصحي؟
بعدة إجراءات مع متابعة الأهل، وكذلك كمان إن محمد قال إن بعد كل الضغط دي ما فيش فايدة، وإن هو لم يتنازل عن معركته، وإن هو هيستكملها وهيطالب بالطعن على هذه الوثيقة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة أسماء الصرفي الباحثة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.